جمعية مانا
نهار اقاخ ديك كيجن تشا قناة مسعودة جماعة تيزي وسليم دوار ولاد تايا دوار ولاد تايا تقريبا مشينا وين تايا الطريق الوطنية 30 كيلومتر من لاحظ بعدا يجن مسألة بين قوسين انه المنطقي ثينتا يخصصنا بريد غاس يعني جن بريد يقصح تقريبا 9 دوزين بريد لابيست اذا نلقى المسؤولين يخص دار نتيني في ومشانا ونيتا باش ازدقنا بريد لان داين مجموعه الساكنه صدغ نديتا طرابات نديتا ديال الجبال تعيش غاس نديتا الفلاحه المعيشيه شي الناس تنعرف في اطار البرنامج تقيث البرنامج التشجير تقيث جمعيه بيرماريف بدعم من مؤسسه ريفورست الانطلاقه النهار نقيت تقريبا ويدي انت ما يفوق 2200 شجره اولا يعني شتله باش تزعن ديتي في الجحن ليس مختلف انواع الاشجار والبرنامج اوليتا يعني ليس تجير ليس بيس ديتا غطس الانواع لانه من بين يعني المبادئ الزراعه المستدامه انه يخص التنوع يعني ثني واخا معروفين ان المنطقه هي زاد عن الشجر الجوز الزيتون ولكن نوياس من الاشجار المغنيه متنوعه باش تسمى تنوع عن التشجير ديال المنطقه هذه والمنيا الساكنه حمد الزينخ نشكر اذن ونتمنى ان شاء الله الناس ديال الفرص المغنيه تناوي الاشجار المغنيه وشكرا شكرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيك راه بزاف ديال الفلاحه كاينين ولكن مع الطقس كاين شويه ديال الشتاء جاو ومشاو فيهم اللي جاو ومشاو فيهم اللي ما جاوش الحمد لله وغادي يجيو دابا يديو رزقهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كنشكركم الله يرحم الوالدين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك نشكى مره للاخوان بعد سيرتو المساهمين دي منيا اعضاء جمعيه ريفورست نشكر ايضا خدام نسن من تكرم العملية التشجير نجي نبقى نتعاون إذن باش إن شاء الله أن يعني النار ثينيث البيئة غير الشجاع ديال المناطق نعرف ككل شكرا شاء الله.